طبعا الرابع عشر من اكتوبر حفل كل اليمنيين، فيه تحرر جنوب اليمن من الاحتلال، وفيه رفع فيه رؤوس اليمنيين وكافة اليمنيين، ولهم مجد في هذا العيد. تاريخ كبير فيه رحل كل جندي وكل مستعمر وكل بريطاني من جنوب اليمن، فهنيئا للشعب اليمني وهنيئا لكافة أبناء تعز وأبناء عدن وكافة أبناء محافظات الجمهورية اليمنية لهذا العيد وهذا الاحتفال وهذا. ومن هنا من تعز أحييكم جميعا أيها الأبطال في كافة الجبهات وفي المناضلين في جميع أماكن ومواقع الجمهورية اليمنية. أيها الشرفاء العظماء، ظلوا كما أنتم وستظلوا كما أنتم، وإن شاء الله اليمن فوق، وبشهدائنا وقوائدنا، ونهني الشعب اليمني في هذه الذكرى العظيمة، هذه الذكرى الذي يحتفل به جميع اليمنيون. وشكرا. احنا اليوم نحتفل بالرابع عشر من اكتوبر عيد الثورة الوطنية، وفيه انطرد الاستعمار من الجنوب اليمني، والحمد لله نحن بسلام وأمان نحتفل بالعيد الوطني بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، ونهن الشعب اليمني كافة وشعب تعز وشعب عدن والمناطق الجنوبية كلها بهذا العيد. اليوم هو عيد الرابع عشر من أكتوبر، حيث قامت ثورة أكتوبر في عام 1963، قامت ضد الاستحلال البريطاني الذي تم باستحلال عدة مناطق من الجمهورية اليمنية، حيث تم قيام الثورة بواسطة أجدادنا القدماء بقيادة القائد الباجوري، حيث تم دعشهم من عدن في عام 1963، ونحن اليوم نحتفل بذكرها ونهني جميع الشعب اليمني بهذه المناسبة، نهني الجنوب الوطني بهذه المناسبة، ونهني جميع محافظات الجمهورية اليمنية بهذه المناسبة. نحن اليوم في ابتهاجا في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، في هذا اليوم الذي خرجت براثين الثوار من اليمن في شماله وجنوبه، واستطاعوا التخلص من الحكم الإمامي وحكم الاحتلال في الجنوب. هذه النقلة النوعية التي سطرت فيها التاريخ وسجلت ملحمة ملاحم الثوار، واستطاعت أن تحقق فيها إنجاز من الإنجازات التي تسطر من ضمنها أنها من المعجزات الانتقال من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم والنور. نحن اليوم في رحاب جامعة تعز، هذه ثمار من ثمار الثورة، هذا من ثمار سبتمبر وأكتوبر، وكان من الواجب لنا في هذا الصرح العلمي أن نعيد للأجيال دور هذه الثورة، دور هذا الناس اللي ضحوا في هذا المقام، نجعلهم لنا ونعيد النمك وأثر هذه الثورة على الجميع. ستشاهدون إن شاء الله في اليوم في مناسبة هذا نقلة نوعية، أداء من طلاب جامعة تعز، إعادة مفهوم الثورية والوطنية لهذا البلد مجسدا في النشيد الوطني، في الأناشيد الوطنية التي كانت في أعمارنا لها وقعها، وإن شاء الله سنعيدها لأبنائنا في هذه المرحلة ونعزز ونحصنهم إن شاء الله في المرحلة القادمة. حين 14 أكتوبر كان تحرير جنوب الوطن، وكان وطبعا جنوب الوطن كان هناك الاستعمار البريطاني، ويعتبر خروج آخر جندي بريطاني من عدن، وثورة 14 تعني الكثير نحن في الشمال. 14 أكتوبر لا شك أنه يوم خالد في ذاكرة اليمنيين، فيها قرع اليمن الظلم والاستبداد في جنوب الوطن، وكان هناك معجزة، فكيف تحرر الوطن من الجنوب وهناك قلة إمكانيات وقلة وعي وفقر إمكانيات، إلى جانب أنه كان العدو أو كان المستعمر دولة تمثل في بريطانيا، فظل الثوار يرددون انها معجزه، فوصفوا ثوره في 14 اكتوبر في اليوم المعجزه. فعندما بحث نحن نبحث في التاريخ فما هي المعجزه، لاحظنا ان هذه المعجزه التي وجدت هي فوجدنا انها معجزه. فعندما بحثنا نحن ككاتب وكصحفي عن ما هي هذه المعجزه، وجدنا ان هذه المعجزه هي اخلاص القاده الذي قاموا بالثوره وصدقهم مع الثوره وتلاحم الشعب اليمني من جنوب الى اشرق، من جنوب الشمال الى شمال الجنوب لتحقيق هذا الهدف. ونحن الآن نعيش أعياد ثورة 26 سبتمبر المجيدة والرابع عشر من أكتوبر، هذه الذكرى التي خلدها اليمنيون سواء في شمال الوطن أو جنوب الوطن ستظل شامخة كشموخ قبل صبر وكشموخ قبل عيبان وردفان. انطلقت شرارة الثورة من جبال ردفان
بأحرار الجنوب الذين سطروا أروع الملاحم ضد المحتل البريطاني الذي قثم على صدور اليمنيين أعواما عديدة. وقد بمساعدة أبناء اليمن الأعلى الذي كان آنذاك سابقا، وأصبحت اليمن قوية موحدة عزيزة ستظل شامخة طول الزمن بدماء الشهداء الذين سطروا في 14 من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر. نحن أبناء تعز اليوم نحتفي بالذكرى الخالدة لثورة 14 من أكتوبر. نحن في هذا اليوم العظيم نتوج باسم هذه الثورة وإلى تضحياتها من أبناء الوطن الحبيب. كما من دواعي سرورنا أن نتذكر شهداء هذه الثورة العظيمة وما خلدته في التاريخ. 14 من أكتوبر يمثل لنا ذكرى عظيمة خلدها الوقت والزمن. نحن في هذه اليوم المباركة سعداء جدا بهذه الذكرى الخالدة، ذكرى تمثل طرد المستعمر البريطاني من جنوب البلاد. نحن اليوم في محافظة تعز نحتفل بالذكرى ثورة 14 أكتوبر التي من خلالها سعينا للحرية وطرد الاستعمار البريطاني من عدن. بريطانيا هذه الدولة العظمى التي كسرنا شوكتها بسواعد الأحرار والأبطال. اليوم هنا في تعز نحتفل بهذه الذكرى الخالدة التي ستظل. عندما نحتفل بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة إنما نحتفل بمآثر أسلافنا العظيمة الذين بذلوا من أجلها الغالي والنفيس، وينبغي علينا أن نبقيها حية وندرسها لبراعمنا لنأخذ منها العبرة والعظة، وليستمد منها صغارنا الفخار والعزة بالنفس والثقة. أهني كل أبناء شعبنا وأترحم على الشهداء الميامين الذين بذلوا دماءهم لنصر هذه الثورة. ماذا تمثل لك ثورة 14 أكتوبر؟ تمثل ثورة 14 أكتوبر هي منعطف مهم في حياة شعبنا العظيم، وهي دحرة الاستعمار إلى غير رجعة. بالتأكيد أن هذه الثورة الخالدة في قلوبنا في ذكرها 56 تمثل استلهاماً لذلك الألق الثوري الذي كانت تعز جزءا لا يتجزأ منه. تعز حاضرة في ثورة 14 أكتوبر، حاضرة بعبودها، حاضرة بكل امتيازاتها الرائعة. بكل تأكيد أنها ثورة خالدة، ثورة الآباء، ثورة الأجداد، وهي إرثنا الخالد. من الرائع الاحتفاء بها، وتعز دائما تحسن الاحتفاء بهذه الثورة مثل ما احتفت بذكرى 26 سبتمبر. كل الخلود للشهداء العظام الذين رسموا بدمائهم هذه الملحمة الأسطورية الرائعة التي ورثناها ولن نفرط فيها أبدا. جميلا ووجوها جميلة نقابلها اليوم، وفرحة تسعد كل القلوب بمناسبة هذا اليوم العظيم. وهذه اليوم هي ذكرى جميلة لكل الشعب اليمني بمناسبة خروج الاستعمار البريطاني من جنوب عدن، حيث تم دحضهم وعدم الرجعة من إليه مرة أخرى. تمثل ثورة 14 أكتوبر ثورة حياة ومبدأ وطني لكل يمني، وهي من طاحت بالاستعمار البريطاني من عدن. وفي هذا اليوم الجميل ملأت قلوبنا السعادة. اليوم نحتفي بثورة 14 من أكتوبر، الثورة المجيدة، تجسيدا لأهداف الثورة المجيدة، الثورة التي أرغمت المستعمر البريطاني على الاعتراف بأحقية المواطن اليمني الأرضية. هذه الثورة تعتبر لنا حافز للثورة ضد الاستعمار الخارجي وضد الاستعمار الداخلي. مثلت ثورة 14 أكتوبر انطلاقة للحياة، انطلاقة لبناء الأجيال، أجيال جيلين ثم جيل. 14 أكتوبر تعتبر لنا حياة